نسمع اللي قالها ابراهيم. هذه شت حمود الخضر، يا حليله حمود، المسي على بالخير. ان شاء الله راح يكون ضيف معكم هو ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. هي انشوده، انا ليش انشدها؟ صح، عشان ابراهيم طلبها. انشوده تقول: على الله اجر ما تصنع، من المعروف في دنياك، تفضل دايم بخيرك، ولا يحزنك من ظامك، ولا ترجو من اي انسان يرجع عجز لهباتك، ترى الخير اللي سويته بتلقى اجره باخراك، بتلقى اجره باخراك. سلامتكم. هذا لحنته انا لحمود، والله انا مبسوط كثير اني انا قدرت اني الحن لحمود الخضر ولاحمد الهاجري بعد، وهذا والله مره مره شيء مفرحني. جميل.